ايه اكتر موقف ضايقك يعني بهالمسيره بالبدايات، حسيت انه لا انا ما استاهلش كده؟ هتصدقيني لو قلت لك ان انا عمري ما فكرت في الحكايه دي، عمري، وما فيش حاجه بتترسب عني جوايا ان الموقف ده يبقى موجود جوايا. انا بحس ان الموضوع خلاص هو كده، ربنا عايز كده، الحمد لله، اتوكل على الله، اسير في حياتي واحاول ان انا، يعني انا الحمد لله بحاول ان انا الاقي البدائل. فالحمد لله حفرت برضو، عملت فرقه في اسكندريه، فرقه مسرحيه عظيمه جدا، وقدمت حاجات كويسه جدا. بس لما القى المساعده قعدت انتجت مثلا مسرحيتين ثلاثه، وبعد كده ما قدرتش ان حد يساعدني وبتاع، خلاص سويفت الاولاد هيجننوا. طيب ده هياخدنا للعنوان الثاني اللي هنشوفه برضو كمان مع بعض. صحابي مش بيشغلوني ومش قادر اكل عيش، الوسط الفني اهملك؟ طبعا الحمد لله. ليه؟ ما هم اللي يسألوا، يعني لما يبقى المنتجين كلهم عندهم واحد زي رضا حامد بقى جراند، وممكن يبقى بسمة لطيفة جميلة وما يجيبونيش، يبقى في حاجة تانية أنا مش فاهمها، أنا مش فاهمها. بس حتة إن أنا ما باكلش عيش دي أنا ما قلتهاش خالص. دي يمكن لا دي شوية الفلفل بتاع الناس اللي بتقول، لا عمري في حياتي مش لاقي أكل عيش. لا الحمد لله لاقي، لا ده انا اصلا مهندس. اصلا انت بتسعى لرزقك في هذا الموضوع، يعني بتسعى للتمثيل، بتسعى للادوار، ممكن تتصل تكلم؟ والله الوقت بتصل بالتليفونات الاقيها مقفوله كلها، ما حدش بيرد. اعمل ايه؟ مره رحت شركه فنيه فلقيت في كده اهمال، يعني ما فيش شخصيه، يعني الكلام ده من حوالي 4 5 سنين. يعني فلقيت ان انا شكلي هيبقى وحش مع نفسي، فبطلت ان انا اروح لحد. احيانا بعمل تليفون. اهمال ايه؟ زي ايه يعني؟ اهمال في الاستقبال. قالوا لك ايه؟ يعني هتفضل اقعد، زي غيري يعني. طيب انا ممكن اقابل، بس هو معلش مش هيقدر عشان مش عارف كذا كذا. طب ممكن المدير الانتاجي مش عارف، لا اصل هو مش عارف ايه. طيب السلام عليكم. واصحابك اللي اشتغلت معاهم؟ لا اصحابي دول حكايه صعبه، يعني ده انا مش فاهمها لغايه دلوقتي والله. بس مبررها ايه؟ والله اعلم. لما يبقى مثلا واحد زي محمد النقلي، مخرج كبير، زميلي وصاحبي واشتغلنا مع بعض، واخويا احمد حامد عمل له اول، كتب له اول مسلسل في حياته، جاي ترجاني علشان احمد يعمل له المسلسل ده ويكتبه، علشان هو نفسه يبقى مخرج، كان مساعد مخرج جامعي، اسمه بحار الغربه. تاليف، كان تاليف حد تاني، 10 حلقات قد كده. فقال لك لا احنا عاوزين نعمله 30 حلقه، احمد عمله 30 حلقه هايلين، كان بطوله فاروق الفيشاوي الله يرحمه. وقدمه وساعده؟ ساعده، كان بيجي بيتي، احمد قاعد معايا في البيت، فيجي بيتي هو والمساعدين علشان ياخدوا كل يوم حلقه، كل يوم حلقه. ومع ذلك ما ادانيش فرصه في المسلسل ده. انت عاوز ايه بعدك تكرر؟ فبيديني. انت كلمته؟ احمد كلمه، قال له ايه؟ قال له مفيش الا الدور ده. قال له لا ما ينفعش، ده رضا مش عارف ايه، طب اعمل الدور ده. قال له لا خليه مش عارف. فاختلف، قلت له احمد ما تختلفش معاه، خليك معاه زي ما هو عايز، انا عايزك انت تمشي. فايه الدور ده اللي كان هيديهولي احمد اللي عمله في المسلسل برضه. في المسلسل ده، وبعد كده عمل حاجات كتيره، كان بيديني ادوار عاديه. كنت بقى حاولت ان انا ارضى يعني وكده خلاص. بس ده واحد تاني، احمد صقر صاحبي جدا، وكنا كان بيبقى عندنا شاليه في العجمي، كان بيجي يقعد معايا وبتاع وحاجات كده. اول ما اشتغل احمد صقر ولا حاجه اسمها، هقول لك حاجه، قلت له احمد انا عايز اشتغل، انا احمد صاحبي بصرح له انا عايز اشتغل، انا تعبان متضايق. اوعى تفتكر ان العمل بس اكل عيش، لا العمل حياه، يعني لما اشتغل ابقى حاسس ان انا عايش وان أنا الدنيا حلوه. طبعا الرضا، ما فيش حاجه في الاخر، هو وغيره كتير. المواضيع الاصدقاء دول رضا بتخليك تشعر بالندم على عدم حسن اختياراتك لاصدقائك، مساعدتك لهم، بيتك كان مفتوح، حسسك هذا الموضوع بالندم؟ عمري
برضو انا كشخصيه يعني زي ما بيقولوا ايه مع النفس، بيعملوا ايه مع النفس، متصالح مع ايوه نفسي. الحمد لله، هي دي متصالح اللي انا عايز اعرفها. متصالح مع النفس الحمد لله. اي حد ده حصل خلاص، هو ربنا عايز كده، ده اللي حصل. هقعد انا استنى بقى واقول انا زعلان من لا 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 خالص، امسك في حياتك، الدنيا مش الحياه مش مستاهله. وبرضه يمكن المسرحيه عوضتك يعني الشغل اشتغلت، لان المسرحيه دي جت متاخره، لانه ده الفن برضه. انت مش زي ما قلت، مش بس موضوع اكل وخبز لا وعيش. لا انا راجل مهندس واتقاضى راتب حلو جدا وتمام التمام، عايش حياته كويسه. وابني الحمد لله مش محتاجني، ما عنديش الا ابني، وهو اصلا يعني حياته بدات تستقل ويعرف يصرف على نفسه كويس، والدنيا حلوه الحمد لله. واخواتي، اخواتي البنات زي الفل، اربع امهات كلهم جنبك، اربع امهات ربنا يخليهم ليك ويخليكم لبعض.